معنا الآن من بلجيكا عبر سكايب ينضم إلينا مسؤول الجالية السورية في أوكرانيا منتصر البلبل. أستاذ منتصر يا مرحبا بك معنا في الاستديو التاسعة. يا مرحبا بك وبالسادة الضيوف بالعميد أحمد. حياك الله أستاذ منتصر. اليوم أوكرانيا اتهمت روسيا بارتكاب إبادة جماعية في إقليم دونباس، ما هي المعلومات المتوفرة لديكم حول هذا الاتهام الخطير؟ يعني هو ليس فقط في إقليم الدنباس، كمان أيضا هناك أماكن التي تحت سيطرة الروس يوجد مجازر، ولكن ليس لا شيء واضح حتى الآن. يعني هذه كلها معلومات تقديرية وصلت للدولة الأوكرانية أو الحكومة الأوكرانية والمقامات الأوكرانية أن هناك عملية إبادة، وخاصة هناك مدنيين حاولوا الخروج، ما يقارب من 10,000 مدني حاولوا الخروج من منطقة القتال، ولكن قامت القوات الروسية بتدمير الجسر الوحيد الذي يربط طريق النجاة لهم، وتحاصروا ما يعادل 10,000. هناك معلومات أستاذ منتصر عن سيطرة القوات الأوكرانية على مدينة ليمان في دونيتسك. هل لديك معلومات حول هذا الأمر وحول صمود وتقدم القوات الأوكرانية؟ يعني طبعا هناك تقدم، طبعا الكلام صحيح، سيطرتهم على هذه المنطقة، لأنه حسب ما تحدث سيادة العميد، نعم هناك كان تحضير سابق لها، وكان على علم، والمخابرات الأوكرانية وكانت على علم سابق ما سيقوم به الجيش من تحضيرات، الجيش الروسي من تحضيرات، وطبعا دعمت هذه المنطقة. طبعا القوة النارية أو القوة القتالية أو الجيش الروسي، طبعا جمع الجيش الروسي جمع كل ما يمتلك على جبهة دنباس، على جبهة دنباس وجبهة هاي، ولكن هناك مقاومة رائعة من الجيش الأوكراني، وطبعا في عمليات تقدم. بالنسبة للسلاح، السلاح طبعا ما يملكه الجيش الأوكراني حاليا وما دعموا فيه الأوروبيين والأمريكيين يحاولون طبعا. واليوم حسب ما وصلت معلومات، هناك هجوم على خرسون كان من قبل القوات الأوكرانية، واستخدمت فيه القوات الأوكرانية لأول مرة طائرات الجو، سلاح الجو، وتم إسقاط طائرة S-24 المقاتلة الروسية. يعني هناك كر وفر في جبهة الدنباس، وأنا كما أتوقع يعني، ولا لا أستطيع كمحلل عسكري طبعا سيادة العميد بالنسبة للتحليل العسكري، ولكن بشكل عام حسب التطورات وحسب ما هي هناك طبعا معركة طويلة ستكون، معركة طويلة جدا. الجيش الروسي أو القوات الروسية تحاول الوصول إلى الحدود الإدارية لدنباس ودينيز حتى تتمكن من فرض الأمر الواقع. طبعا الجيش الأوكراني لا يسمح له، يعرف هذا مسبقا ويحاول الرد بأي وسيلة. طبعا طبعا تفوق كبير طبعا للجيش الروسي، ولكن بطولات كبيرة جدا جدا للجيش الأوكراني، ويستطيع تكبيد الروس خسائر فادحة جدا جدا. تمام.